السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان فاضل له ايام، وما ينفعش يجي رمضان بقى وما نكونش حضرنا عجينة الكنافة عشان نخزنها وتكفينا طول شهر رمضان. هنحضرها النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكذا طريقة نقدر نشكل بيها عجينة الكنافة، ونعمل كمية وفيرة جدا تكفينا طول شهر رمضان زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، واحسن كمان النتيجة هتكوني راضية جدا عنها، وكمان زي ما قلتلك سهلة جدا جدا، وتقدري تحضريها بشوية مية ودقيق بتكون جاهزة معاكي وتخزنيها بقى في رمضان. يلا على طول اقولك حضرتها ازاي. اول حاجة معايا 350 جرام من الدقيق. الدقيق ده انا نخلته وكمان عايرته في الكوباية، يعني عمل كوبايتين كده زي ما انتي شايفة الكوباية اللي احنا بنشرب فيها المية. ومعايا كمان كوباية واحدة من النشا بما يعادل 120 جرام، واخد ربع معلقة ملح صغيرة، وهاخد كمان 3 معالق كبار من الزيت، وطبعا مية بس. هي دي كل المكونات اللي احنا هنحضر بيها عجينة الكنافة بتاعتنا. اول حاجة في الخلاط كده حطيت الدقيق والنشا، وحطيت كمان الزيت والملح، كل المكونات اللي عندنا حطيتها في شفشق الخلاط، وكمان ضفت المية. كمية المية هنا 3 كوبايات، هضيف كوبايتين ونص كده، وبعد كده هخفقهم في الخلاط، واشوف لو حسيت ان الخليط تقيل شوية هزود النص كوباية التالتة. تمام، هروح بقى اخفقهم كويس جدا جدا لغاية ما يكون الخليط بتاعي مفهوش اي تكتلات زي ما انتي شايفة كده. طبعا انا ضفت 3 كوبايات مية كلهم، وده بقى شكل الخليط، تحسي ان هو شوية تقيل لكن مش تقيل قوي. وبعد كده جبت بقى المصفى بتاعتي وابتديت ان انا اصفي الخليط ده. لازم يتصفى عشان اي تكتلات هتبقى موجودة فيه لما اجي اشكله على النار مش هيتشكل، مش هينزل ولا من الازازة ولا هينزل من كيس ولا من سرنجة ولا اي حاجة انت هتستخدميها عشان تنزليه خطوط رفيعة، مش هينزل لو انت ما صفيتهوش. انا صفيته كده كويس زي ما انت شايفة. واول طريقة هستخدمها الازازة. الازازة الطريقة دي كانت ترند قبل كده، وانا قلت اجرب واشوف. جبت الازازة بتاعت المية بتاعت المعدن، المية المعدنية، وجبت الدبوس كده، وابتديت ان انا اخرم الازازة، سخنته كويس على النار، وابتديت ان انا اعمل زي فتحة كده واحدة بس الازازة. وبعد كده مليت الازازة بتاعتي بشوية من الخليط، لكن ما مليتش الازازة على الاخر. كل ما هتزودي في كمية الخليط في الازازة الموضوع هيكون صعب عليكي وانتي بتشكلي العجينة، فانا مليت نص الازازة بس علشان يكون الموضوع سهل معايا واجرب واشوف ايه النتيجة. جبت الطاسة بتاعتي كده غير قابلة للصق، وجبت الازازة وابتديت ان انا اسخنها واضغط كده عليها واعمل دايرة كده من جوه البرة زي ما انت شايفة كده. لكن بصراحة الموضوع كان صعب لاني كانت عايزة قوة جامدة انك تضغطي على الازازة وتشكلي في نفس الوقت بشكل دايرة. هو نفع وكل حاجة، لكن كان بالنسبة لي الموضوع صعب جدا جدا، فبصراحة ما حبيتش موضوع الازازة. جبت الكيس اللي انا الطريقة اللي انا بقى متعودة عليها، وفتحته فتحة بسيطة كده برضو بالابرة. بصي الموضوع كان سهل جدا جدا عليا، والكيس بالنسبة لي بصراحة كان احسن. شلت بس القطع الكبيرة كده، بصي ده الكيس اللي انا استخدمته، وبعدين في ثواني كان الكنافة اتعملت معايا. بصي عاملة ازاي، شلتها كده بالراحة، وعلى طول اول ما شلتها رحت حطيتها جوه كيس بلاستيك علشان تطرى. هي دلوقتي تحس ان هي ناشفة، لكن انا دخلتها جوه الكيس علشان تطرى. بصي عاملة ازاي، الخيوط بتاعتها رفيعة جدا جدا، ولو انت عايزة تخليها سليمة بتروحي واخدة الطاسة وتروحي قلبها على طول على زي فوطة كده او منشفة، هتنزل كلها خيوط سليمة زي ما انت شايفة كده، يعني مش هتتكسر منك ولا حاجة. بس انا كنت عايزة اوريها لك وهي بنشيلها عشان تتأكدي ان هي بتتشال بكل سهولة وما بتلزقش في الطاسة ولا حاجة. بصي شكلها كده تحفة. انا بصراحة بفضل انك تستخدمي السرنجة او الكيس البلاستيك، ولو اتقطع منك اول فتحة بتاعته وزاد تقدري تغيريه بمنتهى السهولة. لكن موضوع الازازة كان صعب جدا بصراحة عليا، عايز قوة، لكن في ناس جربته وقالت ان هو كويس. بصي اول ما هطلع كده شوية دول كده هروح على طول حطاهم جوه الكيس. لازم تحطيهم جوه كيس وتقفليه علشان يكون
محكم الغلق والحاجة تطرى، الكنافة جوه تطرى ما تنشفش. في ناس كانوا بيقولوا نحطهم على منشفة، بصراحة لا، ما نشفت برضو مني الكنافة، فأنا فضلت ان انا اعملها واحطها جوه كيس. بصي بعد شوية كده، بعد ساعة الكنافة نفسها طريت، بصي بقت عاملة ازاي. طبعا انا عملت كمية كبيرة جدا من الكنافة بالكمية الخليط اللي انا عملته. طبعا ممكن تقسمي نص الكمية بس لو انت عايزة كمية اكتر، لكن بتنفع بصراحة. وبعد كده قسمتها في كياس كده، ورحت على طول دخلتها في الفريزر علشان احتفظ بيها طول شهر رمضان، تكون الكنافة عندي، ولما احب استخدمها اطلعها وهي متفرزة كده، وابتدي ان انا اكسرها خالص زي القطع البودرة كده، وابتدي اعمل بقى احلى صينية كنافة بالنسبة لي. الموضوع ده كان سهل جدا وبسيط وموفر، وكمان انت عاملاها في البيت، حاجة ضمناها بايدك، نظيفة جدا. بعد كده بقى زي ما انت شايفة انا حطيتهم في اكياس، قسمتهم على كيسين، والكيس هنا كان حجمه حوالي 400 جرام، انا قسمتهم على كيسين ورحت دخلتهم الفريزر علشان احتفظ بيهم شهر رمضان. يا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة وعجبتك وتجربيها، واكيد هي انضف بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. حاجة انت عاملاها بايديكي لولادك، ضمن جودتها ونظافتها. يا رب الطريقة تكون بسيطة وسهلة وعجبتك، وما تنسيش بقى لو أول مرة بتشوفينا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على وضع الكل علشان يوصلك إشعارات بانتظام كل ما أنزل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين.